الشنط، شكله هرب. نعم. اه والله. خوري من وشي. طب رجعيني بقى. يا ولد ده انا هرجعك. خوري يا بومة. خوري يا منصف يا صبري. منصف. ايه ايه يا عمرو؟ انت عم معرفش رايح شويه. مصيبه يا منصف. فين صبري؟ ايوه انا نائب امير. انت بتعمل ايه؟ انت مش وقته ده. البنت كيميليا وهي بتنظف اوضه المهرجه بتقولي ان الشباك كان مفتوح وفي حبل نازل منه منططين منه شنط الهدوم بتاعتهم. شوف يا اخي، الهنود بينزلوا الشنط غيرنا، احنا ننزلها من الباب ومنزل. طب ايه المشكله؟ انت هتستعبط، ده معناه ايه يعني بينططوا شنط الهدوم ليه؟ هنود احنا مالنا، هم وخيالهم. لا لا لا، انا شاكه في حاجه غلط. صبري، هم لسه خارجين دلوقتي. ابو وتغتسوا وجيبوهم لي هنا. تحت امرك يا مدام امير. تعمل ايه ده يا مرات عمي؟ ولا في حاجه غلط، انت بس اللي دايما قلقانه. اسكت انت يا منصف، انت مش فاهم حاجه. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الحقني يا رمضان. ايه؟ البنت كيميليا بتقولي وهي بتنظف اوضه المهرجه ان هو كان فاتح الشباك ومدلدل الحبل منه ومنطط شنط الهدوم بتاعته. بينطط الشنط؟ ايوه. وهم لسه بيدربها على ايه يعني؟ ما اعرفش، انا قلت لها برضه تلاقي هنود وخالهم واسع. اه ايوه، هيهرب شنط الهدوم ليه من الشباك؟ لا يا ستي، يعني خلاص هو ساب الاوضه ولا ايه؟ ايوه سايب الاوضه. شيماء، بنت شيماء. ايوه يا بابا. خلاص إيه اخر بابا النهارده؟ ها يلا هناخد اوضتنا، نرجع على اوضتنا. يعني ايه يا بنت؟ هتوقع الفراخ في الارض. يا حاج وانت من الحي ما تسيبها. يلا يا تعالى يلا. يا عمي انت ايه ده يا عمي؟ يا غبي ماسك المهرجه كده. اوعى اوعى، ده مهرجه. ايه فين فلوسي يا جناب المهرجه؟ وعهد الله يا ست هانم، احنا مالينا دعوه بالحوار ده. وعهد الله يا ست هانم، امال مين يالا اللي ليه دعوه؟ الحاج رمضان هو اللي قالنا نعمل عليكم العباجي. العباجي؟ ارفع عنك الفلوس وانصب بدلا منك. العباجي؟ لا لا لا، ايه ده؟ ايه ده يا رمضان؟ اه والله، وقال لنا هديكوا 500 جنيه. 150 جنيه بس يا عم. انت بقى يا انت يا عم ناصب على مرات اخوك الغلبانه وناصب على النصابين اللي معاك. انا ما نصبتش على حد، ده اللي كانت عايزه تنصب عليا وهي كانت مفروض هتاخد مليون جنيه. وبعدين انا بعمل ده كله عشان ايه؟ اكرم اخويا شقيقي، عمره حتى ما عزمنا انا والبنت نقعد عنده في اللوكان ده. فالبنت يا عيني كان نفسها تقعد يومين في الحلاوه اللي عندكم دي، فده اللي حصل يعني. اه فعملت ده. واكرم مش موجود مسافر صح؟ ما هو لو موجود مش هيوافق. ماشي يا رمضان. صبري. ايوه ست الكل. الاثنين دول تاخدهم تربطهم تحبسهم لي في اوضه الفران. عينيا. يلا يا قلت لك مالناش في الهندي ولا المصري. عامل لي فيها من هند وانت من كشري هند. ايوه تعال يا اخي. يا عم بيتك يا عم. خلاص بقى شيماء، خلاص ملناش نصيبه دي. احنا قعدنا يومين واتبسطنا يا بنت ونزلت البسيم وكله. يلا بقى على الاوضه. يلا لا لا لا، مش هطلع فوق. لا قولي بيه. لا يا بابا لا. يا بنت اسمعي الكلام بتاع الاوضه. والله العظيم